انا ما نستعرضش بجمال الخارجي الحقيقه، جيتي تري هكا ما عجبتنيش صورتي، التصويره الجميله كي تدور على فيسبوك خاطر سيتي سبونتاني راه فما ناس اول حاجه سبونسوريزي هذاك علاش ديما نحب نلصق السي في نتاعي. واضح فهمت معناتها صحيح هو سيت نورم ا دوبل ترونشون راه انا ديما نقول تخلوني مغنيه ولا ممثله وتتفابلي تتوا فنانه لبنانيه المره الاولى جو نعطيش ليماج نتاعي انا شنو سكو جو فو مي ديما نحب نلصق السي في نتاعي. اي ما نكذبش الحمد لله يا ربي معناتها على اللي عطاهولي بون مانيش ايه في الجميل مي انا بون ما اكثر هي ضحكتي وجمال الروح جمال الروح بلوز امبورتون. من بعد السياسه والاعلام دخلت لهم بالزهر كيما قلت لك البلديه جاتني كيكه بالزهر. وكيفاش جاني الاعلام واللي ضحك كيفاش جاني الاعلام هذا السؤال معناتها كيفاه سامي الفهري ودالي دمق وكل راوني تعرفوا عليا بالفيسبوك كيما راوني التوينسه الكل. كي حكيت بعد مع سامي الفهري علاش كلمني وعلاش جابني قال لي بون قلت هذه تنجم تصلح في الاعلام تشوا هكا الكاريزم تاع ام الوغ عمر ما سمعني نحكي راه قبل هي مسيرش تو باللونتروتيان اللي عملناه المره الاولى قال لي ليه بلاستك معنا وكل سيتي باغ قلت له واي جو كومونس قال لي ليه دوما سامي الفهري دونك مش امين قار هو اللي يقترحك هو صار انسيدون كونسيدونس كبيره ياسر ما بين الافكار الزوز مي انا اللي قبلني المره الاولى ويكلمني هو سامي الفهري واضح ومين قال كان قبل الفكره مين قال قبل لي هو زاد ابارامون خمم فيها الحكايه مي ما تفهم ما زالوا ما حكيوش مع بعضهم فهمت مين نحب مين قاره ودالي دمق وسامي فهري كلهم اخواتي راهم